البابا فرانسيس يعلن أنه سيجتمع بزعماء الطوائف المسيحية في الأول من تموز. التفاصيل مباشرة عبر زوم مع الزميلة رواند بوخزام. رواند، أهلا بك، أترك الهواء لك لنقل كافة التفاصيل، تفضلي. داليا، هذا الإعلان من قبل البابا فرانسيس هو من ضمن سلسلة إجراءات يقوم بها. أولا بدأت مع إرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية يؤكد فيها على هوية لبنان ولعدم فقدان تجربة العيش المشترك في هذا البلد، بلد الرسالة، بالإضافة إلى استقباله للرئيس المكلف سعد الحريري في الشهر الماضي، حيث أعلن من بعدها بأنه البابا فرانسيس سيزور لبنان فور تشكيل الحكومة. واليوم وفي هذه العظة تحديدا عندما أعلن بأنه سيستقبل بممثلي المسيحيين في لبنان، أي قادة المجتمعات المسيحية، في الأول من تموز، وفق المعلومات بأنه سيلتقي رجال الدين فقط وليس سياسيين مسيحيين، وذلك من كل المذاهب المسيحية، الكاثوليك أكيد من ضمن الموارنة وال البروتستانت والأرثوذكس، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية الكاثوليكية، وتحديدا لبحث الأزمة اللبنانية والوضع الصعب في البلاد وللدفع باتجاه مستقبل أكثر سلاما واستقرارا في لبنان. إذن هذا مسعى البابا فرانسيس اللي لطالما كان يقول بأنه سيتحرك باتجاه لبنان وأيضا باتجاه دول العالم لمساعدة هذا البلد لكي يصمد في هذه الأزمة التي يمر بها ولكي يساعده المجتمع الدولي، ولكن إنما الأولوية بأنه يساعد لبنان نفسه من جراء حفظ هذه الهوية اللبنانية وجراء حفظ المجتمع اللبناني. داليا، شكرا للزميلة رواند بوخزام.